كل ولايه الجنوب، كل الولايات اللي راهي تستثمر واللي راهي تربي هذه الثروه الحيوانيه اللي هي الابل، والابل اليوم ما يقدر حتى واحد يساهم بها. الابل راهي هي اللي هاجر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه للمدينه، هذا موروث ثقافي، موروث قديم اللي لازم نحافظوا عليه ولازم نبقوا محافظين عليه واللي ننقلوه منا لاولادنا. على جال هذا الشيء اليوم رانا نحن في غضاض هذا انشاء الرابطه الوطنيه لسباقات الهجن اليوم على غرار السباق هذا اللي صار اليوم في ولايه أدرار. اليوم يعني الولايه المنظمه كان لها يعني الحظ انها ادت يعني المرتبه الاولى لانها السباق هذا الماراثوني متوج ب رحلة ذهبية بغض النظر على الترتيب، وبما أنه موروث ثقافي الرحلة اللي هي السرج نتاع الجمل تقليديا صنعناها ودرناها كجائزة لتتويج صاحب المرتبة الأولى. اليوم السباق كان شيق، وكانت الولايات المشاركة عدد الولايات المشاركين تقريبا 12 ولاية 11 ولاية. كانت عدد الجمال المتسابقين هنا 26 جمل في سباق 15 كيلو، وعدد الجمال في التظاهره كامله 96 جمل اللي جاتنا من الولايات، والحمد لله كل السباقات فاتوا في امان. حضروا باش خلقوا هذا الفسيفساء الرياضيه التراثيه اللي هي هويه مجتمع بدوي جزائري، اللي هي رياضه لز الابل او سباقات المهاري او سباقات الهجن باللغه العربيه. هذا الموروث الثقافي، وبخصوص ان رانا في محطه تراثيه اللي هي شهر تراث، احنا ماذا بينا يثمن هذا الموروث الثقافي، وماذا بينا يلقى يد العون.